عشان دراسة كيف؟ ما دراسة؟ شنو هل يسعدك؟ قلت لك هزيمة. أنا صحفي خسيس والمشي ولا خسيس والمشي. أنت وين سوولك على جديد؟ مدين. أنا صحفي خسيس. جوزة مثلاً جوزة نقطة. دائما كتخلق مشاكل وأنت دائما صاحبي خالق للمشاكل وضد الكيان. لا وش ما فيش. أنت ضد الكيان. Da última vez ele veio, ele foi super deselegante. دائماً. Saiu da, da, ele virou as costas. دائماً. خليك دائما اسلوبك دائما اخويا خليك هادي وحاول تساعد هذا الكيان. حنا راه واقفين مع الكيان تاع الاخ. اوكي سي سعيد شكرا. لازم نرجعوا للسؤال واش دوي زعما ثلاثه شكون هشيغامش بالنسبه للاعبين اللي تم الاستغناء عنهم بور على لا سونتاك. بالنسبه هذا كان تقرير لمده 5 شهور تقرير تقني نوتي نادا فيه اوبسيون على تقرير تقني فتم استبدالهم بلاعبين. واش دوي زعما شكون هشكواليفيكامش سون اتريج لا بوزيسيون. استبدلنا لاعبين بلاعبين بنفس المراكز كي يشتغلين ديالكم معاش. أنا مو ملي عاد عندهم روندومون ديالو يعني بالنسبة لمدة 5 شهور هادي الروند يعني نو سيريا جوست ويو فيكا كو جوست. بالنسبة للتقرير التقني للمسائل التقنية فمن العيب مثلا أنك تستغني على لاعبين مثلا تخليهم في المدة المدة اللي تخلص فيها الانتدابات. المينيون بودير أشهر أنهم لسه في فترة أنهم يبحثوا على فرق ثانية واستقطاب اني لاعبين في نفس الخانه اللي مولين فيها. يوا في سي واش كونفيرسي كو جونيور وتكلمت مع اللاعب بخصوص الموضوع هذا. ايه اوكي خو هو المدرب هو المدرب ما تعرفش مشي داك الشيء ماشي قلت لك مابقاش عندي ما بيك عطيت كل حاجه اذا بنيت يو بودير يشتا اترابالان ربما نكون انا مضايق نادي الحسن كاين مشكل راه اترابالان يعني انا الحاجه الوحيده وانا صادق معك انا ما نبغيش نكون انا مضايق نادي الحسن سي بوكي دي سيراباج تاع هي ميسيو باكيتا هو انه ماذا تغير من منذ مباراه المغرب الفاسي واليوم كنواجهوا الفتح الرباطي في الندوه الصحفيه صرح بانه لا ما بقاش عنده ما يقدم الفريق الحسنيه. ماذا تغير بين الامس واليوم باش نكون اليوم البارح قال باللي ما بقى عنده ما يقدم واليوم كنشوفوا على راس الجهاز الفني لفريق حسنيه اكادير. سؤال اخر هو لماذا تم تغيير يوسف مهري وحنا منهزمين بواحد الصفر؟ علاش ما نعتمدوش على ولا مو لي زاتاكون باش نقلبوا على الهدف؟ وشكرا. Troca do Mehri foi daqui a mais 2 dias nós temos outro jogo. Ele venceu para trazer dele Mehri. O estreito lá. Então ele não vai de um mês, ele está no Barra, se vai de um mês, ele não vai no. Ele está muito desgastado, já vem desgastado de vários jogos. Ele é erraca, ele vamos refazer ali o erraca. É um jogador que joga em alta intensidade. Ele não leva, ele não quer, foi uma intensidade, ele faz que está fazendo. A quilometragem dele é muito alta. Então dá para ele ver o التقارير او الاحصائيات ديال الانستال دائما يعني الاحصائيات عاليه اي ناش كونتينوامش كون دوز اتاكانت وحنا استمر بنفس الاسلوب استمرنا بجوج مهاجمين جوغادور كي انترو بان وعزيز انت عزيز دخل وقدم مستوى عالي اليوم ماج موبيليتاج كي تبع ماج فريش يعني بالنسبه لانه هو عنده يعني اللاعب يعني اللي كنقولوا عنده التراوه البدنيه وانا كنحاول ما امكن انه قام تحركات قام بالضغط يعني قام بالعمل ديالو على حسن ما يرى. كون ريلاسيون ا ديسيزيون فك تشيل ما ريونيون بالنسبه للقرار اللي دول شتون بيديرو باغا كونتينيداد او بروجيت بعد القرار اللي سمعتي من بعد المباراه ديال المغرب الفاسي فيعني كانت هنا كان اجتماع نو بروجيت دي ريزولتاج سين دي ترافالو على لونغ براز. القرار هذا يعني بالنسبه لي كان اجتماع والناس عندهم مشروع الناس عندهم فكره وطلبوا مني الاستمرار assim como eu entendo a diretoria também
acho que a performance está boa, que falta um pouco mais de sorte também, de qualidade para a gente de calma, vamos dizer assim também. كل متفهم يعني فهمت حتى النتائج يعني بسيط من الحد والحد ومحالفناش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو.